أني من عائلة يعني كبيرة أكبر مني، وبعدين صار عندي أخوي أصغر مني. بابا كان حريص علينا إنه إحنا كل إحنا نكمل دراسة، اللي قدر يتوظف بشهادته، واللي مثلا زوجته اللي قال شغل. أنا كنت كل زينة بالدراسة، وقدرت إنه أدخل الجامعة، معدلي كان لا بأس، يعني صرت من أتخرج أصير مدرسة. خلال هاي الفترة تقدموا لي ناس من منطقتنا، احنا منطقتنا يعني عشرة وقديمين بيها، فالناس يعرفون بابا واحنا نعرفهم، ويعرف الأمايا والأهل والعيال شبه أهل أو أكثر من أقاربنا قريبين لنا. فهي كان هو هذا الوحيد إلها، الأم وعندها 2 بنات، فكانت كلش حريصة عليها إنه تختار لها بنية زينة. فأني قبلت بيهم رأسا، لأن نعرفهم شنو، نعرف أخلاق الولد، وأصريت إنه أكمل دراسة، وهو ما كان عنده أي مشكلة. هو كان يعني كان منتسب، هو شرطي، هو كمل دراسة بس يعني دخل بهذا المجال على مود الوظيفة، وعلى مود إنه يقدر يكون حياته، ويقدر بإنه يفتح بيت. كان البيت هو إلا بس هو وأخواته من الزوجات، فأني قاعدة وياهم وكملت دراستي. بالنسبة للمرأة العراقية الشرقية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة، من أهم مسلمات الحياة بالنسبة إلها أنه تتمسك بشهادتها، لكون الشهادة هي سلاح تحارب بمجتمعنا، مجتمعنا اللي ينظر للمرأة للأسف نظرة ضعيفة، نظرة استصغار، نظرة أنه المرأة مكانها البيت فقط، بالرغم من أنه هي المرأة نصف المجتمع، تكمل المجتمع عملها جانبا إلى جانب الرجل. لكن أني كثير أعرف العوائل شو يقولون، يقولون بنتهم أو أخ يقول لأخته وإذا خلصتي، وإذا خلصتي كلية، وما كانت البيت، وإذا صرتي، وإذا هاي ما كانت البيت، ما كانت المطبخ. دائما الرجل يحاول يقلل من شأن المرأة بهذا الخصوص، سواء كان أخوها أو زوجها أو أبوها. فهنا من النادر الآن، يعني حتى مع هذا التطور التكنولوجيا، مع دخول يعني التطور بالنسبة للعراق، بقت النظرة، نظرة أغلب العوائل، أنه للبنت أنه هي دراستها مو مهمة مقارنة بالولد. لكن حقيقة نادرا نلقى عوائل مثقفة تشجع على موضوع الدراسة. من هذا الباب أنه أنا أحيي هاي الامرأة، رغم أنه قصتها يعني ما انتهت بشيء جيد، لكن أحييها على أنه هي أصرت على الدراسة وفضلتها على هواي أمور. الزواج هو مؤسسة اجتماعية، أنا أحسها من أعظم المؤسسات الاجتماعية، لأنه ممكن أنه تبنين من هذه العلاقة الزوجية بذرة وثمرة جيدة جدا للمجتمع، وممكن العكس حتى. وعادة ما أطلق على الزواج لقب أو لفظ مؤسسة، لأنه اشتراك بين شخصين بالأحلام، بالتوجهات، بالأهداف. فأني هواية صادفني، وليست حالات نادرة أبدا، هواية صادفني حالات بأنه هناك أزواج متفقين على أن يصلون إلى الهدف، وأن يحددون خطواتهم ويحددون أهدافهم نحو المستقبل. فيعني جدا قليل أشاهد أن هناك زواجات عشوائية، يمكن الزواجات التي تكون نتيجة العمر الصغير، نتيجة التأخر الدراسي، نتيجة زواجات الأهل أو المعارف. وبالعكس هناك وعي وثقافة تامة لدى الزوجين، بحيث قبل أن يدخلوا للمؤسسة الزوجية يجدون المكان المناسب والفترة المناسبة اللي هي فترة الخطوبة، ويشرح كل منهما أهدافه وطموحاته للآخر، ويقابل ذلك إيجاب من الطرف المقابل، بالعكس، وتشجيع. كالحالة اللي ذكرتوها في برنامج حضرتكم، حتى كانوا أهل مشجعين لهذه الخطوة، بأن تكون هناك زوجة عاملة مجتهدة تحاول أنه تأسس بيت متكامل. نعم، وفكرة تأجيل الأطفال أيضا هناك تدخلات كبيرة من الأهل، يعني قليل جدا ونادر. هذه أنا أعترف بندارة هذه الحالة، لأنه يعني نادر جدا ما تلاقين أنه والدة الزوج متفهمة لموضوع الأطفال، وموضوع أنه أنت طالبة وما تقدرين أنه تحاولين سستمة وقتك حتى تنطين لكلا الجانبين حقه. كانت هناك بهذه الحالة، كانت هناك نوع من الندارة، أنا أعترف.
طبعا احنا بالكليه قلنا ما نريد اطفال على مود اني ما اقصر دراسه وبيت وزوج، فام قبلت. بعدين بعد ما اتخرجت كنت افكر انه اتعين، والحمد لله يعني قدرت اقدم اكثر من مره ومرتين، فالحمد لله يعني انقبلت وتعينت. بالنسبة لموضوع الأطفال وتأجيله فيما بعد إكمال الدراسة، حقيقة هذا موضوع متعلق بقدرة الإمرأة على هذا المشروع. هو الدراسة مشروع والإنجاب مشروع آخر مختلفين، فالمرأة إذا تحس أنه هي راح تقصر في جانب ما سواء بالدراسة أو الإنجاب إذا مشت بهن اثنينهن، فيفضل أنه فضلت أنه هي تؤجل موضوع الإنجاب، لكن هنا راح تصادم، ممكن ما تلاقي أهل الزوج اللي يوافقوها هذا الرأي، ما تلاقي أصلاً الزوج هو اللي يوافقها هذا الرأي. هذه حقيقة هو خطوة جيدة منها، لكن مو غلط إذا هي طاقتها تتحمل تمشيهن اثنينهن. ما أنه أنا تدريسية، كثير من الطالبات مرات يجوني يقولوا لي دكتورة وندخل ويا هاي الجروب مو ويا هذا الجروب مثلاً، لأن أنا عندي طفل بالبيت، أنا عندي التزام بالبيت. اعتبرها هاي مرأة مناضلة مجاهدة، ليش؟ لأن هي دا تدرس وبنفس الوقت عندها أطفال تربيهم، يعني هو هذه رسالة وهذه رسالة حقيقة. لكن مثل ما قلت وذكرت أنه هاي تعتمد على طاقة المرأة وحياتها بصورة عامة، يعني شوف هي وين راح تتوقف، لذلك موضوع التأجيل هذا مرتبط بها هي، وهو قرار مو سيء، لكن بسلبيات وبإيجابيات. بعدين ورا ما استقريت قلت انه لازم اسوي اطفال، وتعرفين احنا بالتدريس عندنا امومه سنه، فاقدر انه اوفق بين شغلي وبين البيت وبين رعايه الاطفال، وامها هي زينه وياي وحابتني. ما ادري، احاول مره ومرتين وظليت اراجع طبيبه، ما صار اطفال، صار 8 سنوات وماكو اطفال. بقينا احنا مصرين انه نطلع اماكن ثانية، حتى قدرنا انه نسافر او ننجز تحاليلنا للدول، يعني يعني عن طريقهم، عن طريق المختبرات نشوف شنو المشاكل. قالوا انتم سووا انابيب ان شاء الله ينجح عندكم. حاولت، وطفل انابيب كلش متعب يعني، وتعرفين نفسيا شلون اتعب وناخذ العلاجات، ف خايف تحملت على مود يصير طفل، بس للأسف ما صار. والزوج من يتفهم حاله يتفهم كل الحالات، وأيضا يجي أنه هو ممكن متفهم لكن أكو مؤثرات خارجية عليه، ممكن حتى مو أهل نفسهم بالبيت، خالته، عمته، أخته، مو بالبيت هي بس توز أنه أنت ليش ما يصير عندك أطفال، مرة سنة ومرة سنتين، وإذا هي خليها وروح تزوج وقول لها الطفل اللي ناخذه، هنا هي تدمر عائلتين. انه تقنع الزوج انه يتزوج على زوجته، والزوجه الثانيه هي تكون فقط مصدر لانجاب طفل، وبالتالي تدمر عائلتين، تدمر المراه اللي هي ما لها ذنب. هاي طبعا في حال اذا كانت السبب من المراه، بينما اذا كان السبب من الرجل الكل يعرف حقيقه، ومع كل الاحترام حتى الاهل يعني يسترون عن موضوع يستمر الزواج باكمل وجه. انا ما اعرف شو الحاله منو انت حضرتش او من شفنا القصه، انه هم ممكن الاثنين هم سبب، واثنين انه مشوا بهاي الخطوه قرروا يتعالجون قرروا هاي، لكن القدر وقف هذا الموضوع عند حد معين واخذ انه رجلها استشهد بسبب ما. هنا موضوع انه الانجاب والضغط، ممكن هسه هي مو شرط انه هي ما تنجب، ممكن هم اصلا مقررين احنا ورا 10 سنوات يلا، مو شرط انه لسبب ما، او احنا ما نريد اطفال خلص. يعني اكو اشياء فقط هم المفروض هم فقط الزوج والزوجه هم اللي قرروها، لكن حقيقه هذا اصرارهم وتحمل. شوف هو تحمل فتره دراستها وتحمل فيما بعد الدراسه، معناها هذا حقيقه يعني زوج نادر، ويعني مهما نقول يعني مهما تضحي المرأة من أجل هذا الشخص هي قليلة بحقه. فنأمل أنه الشباب أنه يقتدون بهاي الشخصية، يعني يكون مثال لهم، والبنات يحاولون يختارون مثل هيجي أشخاص. ممكن هسه بنت تشاهدنا تقول شون أنا يعني أختار، هنا هي الاختيار يعتمد على بعد النظر. هي من شرطة أول شيء أنه تكمل دراستها، هنا من الرجل قالها إيه والتزم، معناها هذا راح يتفهم هواي أمور. لكن من أول بداية المشوار مثل ما يقول، والرجل يبدي هو ينطي،
شروط، احنا ما نسميها شروط، هو ينطي انه هاي ممنوعه وهاي مرغوبه، هنا معناها شنو يريد الرجل؟ يريد هو يغير بالمراه، لكن المراه يجب ان تكون دائما تقول اني دي يجيني ويحب يشاركني حياتي شاركنيها مثل ما اني. اتغير بنسبه ما، لكن انه اني اتغير جذريا من اجل ابني حياه زوجيه، طيب اني دا اهدم شخصيتي بالطرف الاخر، يجب انه يكون الموضوع متوازن، اوكي اني ابني حياه مو على حساب اهدم الجزء الاخر من حياتي. حالة عدم الإنجاب وهي من الحالات المرضية الذي نص عليها قانون الأحوال الشخصي رقم 188 سنة 59 بأنه للزوج والزوجة طلب التفريق في حالة حدوث مرض معين للطرف الآخر يستحيل أن يكمل الحالة الزوجية بينهما، ومن ضمنها احنا عديد من الدعاوى بالأحوال الشخصية تأتينا بسبب عدم الإنجاب، ولكن بحالة أن يكون الطرفين قد قررا ذلك، الطرفين قد اتفقا على ذلك، وحسب ما سمعت من الحالة بأنه كلا الطرفين كانوا مقررا أنه يوقفون فترة الإنجاب لحين التخرج من الكلية، فهذا شيء نادر، ولكن هناك عديد من الحالات التي تأتي بسبب تأخر الإنجاب وعدم الإنجاب، وحتى حالات الزواج الثاني عادة ما تبنى على سبب أنه الزوجة الأولى ما قدرت تجيب الأولاد أو تخلف وكذا، فيختار أنه هواي كثير كثير يعني كثير من الحالات نعم يأتون إلى المكتب وإلى المحكمة ويسألون عن ماهية إجراءات الزواج الثاني، يعني عند الاستفسار أكثر عن سبب الزواج الثاني نجد أن الحالة هي عدم إنجاب الزوجة الأولى. حتى في بعض الأحيان عندما أسأل الزوج هل أنت متأكد أن السبب منها؟ عندك تقارير تثبت أنه السبب منها؟ عادة ما يتهرب من هذا الجواب ويقول لي بالمفردات البسيطة هي موافقة ست، أنا أجيب لك إياها تنطينا الإذن وخلاص يعني نمشي الأمور. فعادي جدا تأتي كثير من هذه الحالات، وأكدوا عن يعني عن تجارب حقيقية مرت بالحياة، مو حياتي الشخصية، بحياتي يعني أسمع إنه مو شرط الرجل يكون دارس حتى يتفهم، ولا شرط يكون مدارس حتى ما يتفهم، هواي أكو رجال مدارسين بس يتفهمون المرأة شنو تريد وين تريد توصل، وهواية أكو واصلين إلى ليفلات عالية، ممكن طبيب، ممكن أستاذ جامعي، ممكن فد أيقونة بالدولة، هو بس هو نظرته للمرأة أنه ما تكمل، أنه هي فقط ماخذها بس حتى تطبخ له تكوي له، يرجع من الدوام أنه محضرت له البيت على آخر مثل ما يقول على مرامة. نعم، لكن هنا هذا الزوج حقيقة وإن كانت نهايته هو مو يعني خلينا نقول نهاية ما محببة، لكن هو القدر يعني هذا نادر حقيقة. نتمنى يعني من شبابنا أنه يعني يكونوا متفهمين للمرأة، لأن بالتالي هي راح تكون سند إله. الرجل ممكن ينظر انه اني اخويا سندي او اني ابن عمي او اني شغلي سندي، لا، الرجل حال المراه ممكن تصيبه لحظات اخفاقات بحياته، من يوقف له؟ هو ليش يسموه الزواج شراكه؟ شريكته اقرب الناس اليه، صح ابوه صح اخوه صح امه، لكن المراه ان كانت قادره هسه اغلب نجي جانب اخر اضافه الى الدراسه، موضوع انه قيادة المرأة للسيارة اغلب الرجال يعلموها، شنو السبب؟ يقول لك اني طالع بشغلة، اني انت احتاجيتي صار ظرف طارئ تقدرين تطلعين، تقدرين تستخدمين السيارة وتقوديها. بالاضافة الى ذلك المرأة المتعلمة والدارسة وين تأثيرها هنا يكون بالحياة الزوجية؟ المرأة اذا كانت متعلمة والرجل ما متعلم، هنا الاطفال راح يطلعون متعلمين ويوصلون الى ليفل اعلى. ليش؟ لأن المرأة هي المسؤولة عن البيت كله برمته بدراسة. لا تصورين هسه أنا أعرف ناس المرأة ما متعلمة والرجل متعلم، بس هو ما متفرغ يدرس الأولاد، تضطر توديها مدرس، تضطر وما تمشي الحياة، ما تمشي وياهم، لأنه ليش؟ كش أمها ما تعرف، ممكن هي ما عندها إمكانية، بينما إذا هي تعرف، إذا هي دارسة، إذا هي واصلة، راح تقدر هي تعين أولادها، هي تدرسهم، هي توصلهم، هي تحثهم. لذلك موضوع الدراسة وموضوع تفهم الزوج لهذا المشروع اللي هو اعتبره رسالة، هو من المهمات في الحياة، من مهمات إنشاء عائلة سعيدة. احنا ما نقول اكو سعيدة 100%، اكو منغصات بالحياة، لكن موضوع انه المرأة تكون دارسة افضل مما
الرجل يعني حقيقة، مو إحنا نقول الرجل لا يتعلم، بس القصد هنا تعليم المرأة هو بالدرجة الأساس لتكوين العائلة، مو شرط هسه إحنا نقول خد تدرس، مو شرط تمارس عمل ما، يعني ربما الظروف تحكمها تقعد بالبيت، بس هي الليفل اللي واصلته والدراسة اللي واصلتها والثقافة اللي واصلتها راح تساعد كثير بإدارة شؤون منزلها. وراها يعني صارت 10 سنوات وصارت يعني مشكلة عشائرية بالمنطقة، وهو زوجي بالمركز الشرطة بالمنطقة وصار رمي، وصارت شلون بيناتهم رمي وزوجي توفى. أنا كلش يعني حزنت عليها وبقيت كلش حالتي النفسية تعبت، لأنه شيء ما متوقع أنه راح يعوفني، وإحنا كنا على أمل أنه يصير عندنا طفل، وأم خطية كانت تشوفها بي يعني وقالت هذا بيتك وتبقين بس قلت لهم أنا ما أقدر بعد، أنا لازم أرجع يم أهلي. فالأم حقانية قالت أنا مثل هذا البيت مثل ما هو إله ورث وأخواته، أنا مدام موجودة هو البيت باسم أبوهم، أبوهم متوفي. فقالت أقسمها، وهي يعني تقعد ويا وحدة من بناتها لأن بعد ما تقدر وحدها، فأعطتني نصيبي. أنا نصيبي يعني قدرت إنه أشتري بي يعني قطعة صغيرة باسمي، وبقيت بوظيفتي وما عندي أي مشكلة لحد ما صارت لي مشكلة بالمدرسة. صارت لي مشكلة على مود طالبة، وهاي المشكلة يعني على مود تجاوز وهيك شيء، هي تجاوزت بالبداية وأنا ما أتحمل تجاوزت عليها، فصارت بيناتنا مشكلة كلش كبيرة، وهم قالوا نسويها عشائرية، أنا ريت أسويها بالقانون، ورحت المحامي وعلى مود إنه أرفع قضية. هذا المحامي كان كلش متعاون وياي وساعدني، وعلى فترة القضية طبعا هم رادوا عشائريا، بس انا تفاهمت وياهم قلت لهم هذا حقي بالقانون، انا غلطانة وبتكم هم غلطانة، وشوف منو اللي انا ما عندي مشكلة اذا انطى تعويض او انا تجاوزت، يعني صارت مشكلة كبيرة. فالمحامي وقف وياي بهاي الفترة، وصارت بيناتنا يعني حكي، وصار بيناتنا يعني ملاطفة، وصار بيناتنا تعاطف، وتعاطف وياي وعلى قضيتي، ويدري بي يعني شلون وصفت لي شلون أنا تعبانة بالتدريس، وأني نفسيا أصلا طالعة من أزمة نفسية، فقدت زوجي ويعني كنت أحب زوجي فهاي همتين بالمحكمة قالوا إنه ظروفها النفسية وهيجي طلعت من هيجي أزمة. ويعني القاضي الصراحة كان موصف بيناتنا، يعني هو قال انتو غلطانة وانتو غلطانة، بس بالتالي انا دفعت التعويض للطالبة لانه هذا حق الصراحة. فبقى المحامي هذا على تواصل وياي، وبعدين عرف انه انا عندي قطعة ارض باسمي، يعني ردت انه هذه شلون أثبتها أكثر، وردت أنه أسيجها وشي، فأنا هاي الأمور ما أقدر أمشي بيها، فوكلته حتى أنه شلون يسوون قاص وشلون يعني أكو أمور هو راح بيها العقار وراح مشي بيها وكل شي طبعا بحسابه، أنا ما كنت أقبل بدون ما يأخذ أتعابه. بس بقت بيناتنا علاقة جيدة، يعني أنه ظلينا نسولف ونحكي دائما، وضايفته على الفيس وعلى انستغرام. بعدين هو قال اني تعلقت بيك واني اريد اتقدم لك، قلت له انت تعرف ظروفي واني 10 سنوات ما صار عندي طفل، واخاف هم يصير اخاف المشكله هماتين بي، مو وقتها هي كانت اني وزوجي اثنيناتنا عندنا مشاكل. قال اني ما اهتم للاطفال، اني شارك انت. أني ما أقدر أقول أو أجزم أنه هي قللت من استحقاقها. المرأة بكيانها وبطبيعتها هي محتاجة إلى رجل في حياتها، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى
لم يجعل هناك عدد معين لزيجات المرأة عكس الرجل اللي حلل فقط 4 على ذمته، أما المرأة ممكن تأخذ 11 شخص أو ممكن تأخذ 15 شخص بفترات متباعدة، كأن تطلق أو ترمل وهكذا. ليش؟ لأنه الزوجة عادة هي ضعيفة، هي تحتاج إلى رجل. إحنا عندنا فكرة للأسف مطلقة في المجتمع حاليا أنه بما أن المرأة استقلت ماديا فهي ليست بحاجة إلى رجل. لا، هذه الفكرة خاطئة، هذه فكرة روجت إليها أيادي غربية عذرا لللفظ، ولكنها قبيحة جدا. لأن المرأة مهما تكون قوية، مهما تكون صاحبة مسؤولية وصاحبة كيان مادي مستقل، ولكنها تبقى بحاجة إلى رجل. لأن المرأة أولا وأخيرا قبل كل شيء هي خلقت لتنجب، خلقت لتشعر بمعنى الأمومة، خلقت لتكون أسرة. هناك العديد من العامل، أنا شخصيا فتاة عاملة وامرأة عاملة وأدرس في نفس الوقت، يعني أنا أعمل وأدرس ومستعدة إلى تكوين بيت وتكوين عائلة، وهذا الشيء ما نقص مني، بالعكس. لكن بخصوص هذه الحالة شوية هي اتجهت للاختيار الخاطئ، يعني بمعنى أنه هي كانت تعاني من فترة فراغ، فترة حزن، فترة اللا مبالاة واللا هدف، بأنه هي حست أنه هي خسرت كل شيء، ما طلعت من هذا الزواج بثمرة كأن يكون طفل وتقول أني مثلا أقدر أكمل الحياة على مودة، أقدر أشتغل حتى أعيشه، أقدر أشتغل حتى أربي. ويمكن أمهاتنا كثير كثير، يعني خصوصا بحرب الثمانينات وحرب التسعينات، كثير من الأمهات اللي ترملت وما تزوجت بعد، وذلك ليش؟ لأنه كانت طالعة من الزواج بثمرة، بثمرة الأطفال سواء كان ذكور أو إناث، تحاول أنه تكون عاملة لتلبي متطلباته. ولكن هذه الحالة بالذات هي حست نفسها أنه هي وحيدة، فحاولت أنه عسى ولعل أن تكرر التجربة من جديد، وعسى ولعل أنه يكون ذلك سبب في أن تكون أم. يعني أنا حتى من تابعت الفويس هي ذكرت أنه كانت الأسباب مني ومنه بعدم الإنجاب، فكان لديها يعني بذرة أمل أنه ممكن هذا الرجل يعطيها الثمرة اللي هي محتاجتها. الفرق بين الأرملة والمطلقة أنا ما أتوقع أنه فرق يعني كبير، لأنه هو بالتالي الاثنين هي فاقدة الزوج، هي هذا المبدأ. أما فقدة الزوج شلون؟ أو الأولى الأرملة اللي هي قدر رب العالمين، والثاني اللي هو نعتبره أيضا قرار، وهو قدرها أيضا من رب العالمين، هو قرار الطلاق، مثل ما الزواج طلاق زواج قرار، الطلاق أيضا قرار. فهنا من قرروا يطلقون ربما ما اتفقوا، ربما أكو في تدخلات أخرى، ربما رب العالمين هو كاتب لهم إلى هذا الحد. مو معناها أنه الزوج سيء أو الامرأة سيئة، لكن للأسف الآن لازلنا إحنا بالقرن الـ21 أنه لازلنا ننظر للمطلقة على أنها إنسانة غير جيدة. هنا المرأة شلون تقدر تغير هاي النظرة لها إذا كانت مطلقة أو أرملة؟ تغيرها من ناحية أنه التزامها، تبقى ملتزمة وفق عادات وفق تقاليد. ممكن حتى بعض العوائل المرأة إذا تصير أرملة أو مطلقة، الأهل، وهذا تصرف كلش جيد وأني ويا الأهل بهذا التصرف، أنه يحدون من طلعتها، مو يعني يحبسوها بالبيت، لكن يحدون، خلون أكو حدود. ليش؟ لأن هاي امرأة يعني خلينا نقول تصير مطمع للمجتمع حقيقة، وهذا هو المفروض أنه الرجل ما ينظر لها على أنه مطمع. بس هو هنا المشكلة إذن وين صارت؟ المشكلة مو هي، مشكلة بمجتمعنا، بالرجل اللي ينظر للمرأة المطلقة أو الأرملة على أنه مطمع ويطمع بيها وين ما كان بأي مكان، مع كل الاحترام للرجال يعني. بس هو هذا حقيقة، هذا واقع حال، هذا واقع مجتمعنا الآن. هنا هاي المرحلة هي سواء مطلقة أو أرملة هي انكسرت، هي كان عندها سند وانكسر هذا السند. احنا دائما المرأة اللي تتأخر مثلا بالزواج يقولها تزوجي لأن حتى يصير لك سند، أو على الأقل تخلفي لك الطفل يلم كبرتش، وهاي الأمور الأخرى. كيفما هي أنه فقدت هذا السند بسبب قدر رب العالمين، هنا راح تبحث عن ملجأ آخر، لأنه نرجع لنفس النقطة أنه الأهل ما يدومون إذا كان أخ وإذا كان أب. الأخ هو يتزوج ويكون عائلة، والأب يعني حتى لو كان موجود بالحياة فقدرته على إسناد ابنته تقل تدويجيا، لأنه هو راح يكون رجل كاهل
يجب انه تكون اكو شريك بحياتها يشاركها مشاويرها، يشاركها مشاريعها المستقبليه، اهدافها يحققهن وياها. هنا يجب ان يكون اختيارها بالمستوى اللي هي بنت حياتها بالاول عليه، يعني ما تختار الشخص اللي هو بس مجرد انه مهرب، انه تتخلص من كلمه ارمله او تتخلص من كلمه مطلقه في سبيل انه تروح ترتبط مره اخرى على حساب انه تخسر هواي امور من حياتها، على حساب ممكن اني اعرف هواي ناس انه انت مطلقه مثلا هي تعمل عمل بس اني اجيش اوكي اتزوجش، ممكن حتى عندها اطفال ويتقبل اطفالها، او ارمله ويتقبل اطفالها بس يشوط عليها انه انت تقعدين بالبيت انا ما اريد هاي. فهنا هي توازن تشوف اي اني احسن ما اضل بالعمل وما عندي احد اروح ارتبط والرجال على اساس انه يسوي لي اسم وعائله، هذه حقيقه انا ما اشجع عليها. اشجع وين اوكي هي مو عيب تتزوج، النظره الاخرى انه يقول الارمله خلص جربت حياتها وماكو داعي، يعني هاي شو وقت ماكو داعي؟ اذا كان عندها اولاد بعمر متقدم ممكن يقولش تقعد تزوجهم وتشوفهم وتدرسهم، فكيف ما اذا هي ما عندها اولاد هنا من حقها تجرب مره اخرى او ترتبط مره اخرى، لكن بالانسان الصح، بالشخص اللي هو يوفر لها مقومات الحياه اللي هي تحلم بها. صراحه هي صعبه انه احكي ويا اهلي بانه ادخل بعلاقه ثانيه، واني همتين كانت نفسيتي مو هالقد، بس قلت شويه انه يمكن اذا شخص يهتم بي وفاهم واني احتاجته هالفتره ووقف وياي راح يعوضني وراح ينسيني يعني زوجي الاول. فاني قبلت بس اهلي ما قبلوا بالبدايه، قالوا انه انت بعدك ويراد فتره، وكلامهم كان صحيح. فاني قلت له خليني انتظر فتره شويه لانه انا حتى يعني اتعود اكثر انسى اكثر، وحتى للناس يقولون يعني ما صار لها يعني طلعت السنه ما زوجها راسا زوجته، تعرفين مجتمعنا يحجون وينتقدون واحنا كنا جيران ومنطقه فعشر سنوات زواج اكيد راح يقولون انت شلون هيجي ليش قلب وشلون نسيتي يعني من هذا الحكي. فبقيناهم على سنه كامله وهو تحمل، ودائما خلال هذا السنه يعني يلومني انه احنا ليش تاخرنا، فحس دائما حسسني بتأنيب بضمير انه انت السبب، انت لازم توقفين، لازم تصيرين قويه، توقفين بوجه العالم، شو يريد يحكي خليه يحكي. يعني ورا هاي السنه قوه يعني صبر على هاي السنه وراها قلت لاهلي يعني هذا الولد بعده مصر اريد يتقدم. امي قال ما خالف ما دام صبر هاي الفتره خليه يجي يتقدم. أتقدم لي بس أني أبوي شرط المؤخر ماتي يعني يكون 25. طبعا ما قبلوا، قالوا أنه هي أرملة وشون يعني أنتوا تقيموا بنية يعني وطلبون هيك شيء. بس أبوي أراد لي ضمان، قالهم هذا اللي عندي وكيفكم أنتوا. فخربت القعدة أول مرة. مبدئيا المهور بالمطلق، يعني انا ساتكلم من جهه القانون، مبدئيا المهور بالمطلق يحددها الاعراف، يعني الاعراف المجتمعيه اللي داخل المجتمع. حتى انا لاحظت انه لما تقدم لها الشخص الثاني وطالبت بمهر 25 مليون دينار، كان سبب الرفض انه هي ارمله، هي مو بنت بنوت على مود ننطيها 25 ألف. طبعا أرجع العفو مليون، طبعا أرجع وأكرر أنه فكرة المهور هي عرفية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء الإسلام وتبلور داخلنا الإنسانية، الاحترام، محافظة على المرأة، المحافظة على كيان المرأة، الاهتمام بالمرأة، لم يجعل أنه أن قدر المهر المرأة هو قدر مكانتها الاجتماعية نهائيا، ولكن ممكن أنه تكون قليلة مهر ولكن رفيعة الشأن. فالمهور هي مبادئ عرفية تطرح على المجتمع، ومثل ما قلتي ما أقدر أحدد لك أنه سعر الدولار ممكن يأثر على المهور، ولكن هو هذا المنطق أنه كل حالة اجتماعية معينة، كل بيئة اجتماعية معينة، كل فتاة لديها، حتى إحنا في بعض الحالات هناك تأتي حالات أنهن ما متسميات المهر، كأن يكون المهر حجة إلى بيت الله، كأن يكون المهر ربع دينار، ف
ففي هذه الحالات يكون هناك دعوة اسمها المهر المثل، فيلاحظون قريناتها في العرف المجتمعي، يعني هذه خرجت بكالوريوس جميلة متكاملة ما بيها نقص ما بيها، فممكن أنه تعرض على خبراء ليقدروا المهر المناسب. وأرجع وأقول ماكو هناك معايير معينة للمهور، بالعكس هي عادة مجتمعية لا أكثر ولا أقل. هنا الغرض من شرط المهر المؤخر، الغرض سواء احنا نحكي بصورة عامة سواء هسه هاي حالة الامرأة او اي حالة بنت يجيها نصيب يشترط المهر، شنو الفكرة من وضع المهر يعني مقدار يعني جدا عالي؟ البعض ينسبة انه هذا من ما راح يقدر يطلقها، ما راح يأمن هذا المقدار، والبعض لا، حقيقة هو الهدف الرئيسي من وراء ذلك حتى يقعد بين أقاربه ويقول أني بنتي هلقد مهرها، أو تقعد الأم وتقول أني بنتي هلقد مهرها. طيب هو هذا الشخص إذا يريد يطلقها ويريد يأمن، إيش قد كتب 100 مليون؟ ترى يقدر. هسه الدولة حاليا إيش ده تسوي إذا هو صاحب راتب تقسطهم؟ قلت شو سوي يعني قسم جلدي حتى إذا مؤخر شيء قد ما أنطيت شيء، يسوي قرار تمييزي وبالتالي شنو يحصل؟ إنه تأخذ هي مستحقاتها بس تأخذها أقساط. شو استفادت هنا من المهر العالي؟ هنا الخطأ اللي يقعون به الأهل هو قلت لك شيء مرتبط بشيء، إنه أني من أشتري رجل أشتري أخلاقه، أشتري هو شنو صاحب ذمة ضمير راح يعيش بنتي سواء هي أم أو أب، راح يعيشها مثل ما أنا أريد مثل ما أنا. يعني أصعب شيء على الأب والأم إنه يحسون إنه بنتهم مذلولة ببيت الرجل وإن كان مهرها عالي. إحنا هاي المهر العالي وهاي الأمور والزي اللي يصير بالأعراس وإلى آخره هاي كفر غطاء، لكن ما وراء هذا الشيء شنو هو هذا المهم. فلذلك ننصح إنه الأهالي والمهر مو فشيء يخلي الرجل يمتنع عن الانفصال أو الطلاق أو التعنيف أو إلى آخره من الأمور اللي يصير ممكن، يعني هواي قضايا هواي، حتى يعني موضوع إنه الرجل ما يصون مرته وهاي ظاهرة حقيقية موجودة بالمجتمع، يعني شلون ما يصونها؟ يعني ما عنده غيره على مرته، هذا هل هو المهر العالي راح يأمن كل هاي الأمور؟ فأني أفكر بهاي الأمور أولاً، خلي يجيها قاعد ببيت إيجار، خلي ما عنده بس الراتب ما عنده سيارة بس هو يحترمها ويصونها. ليش هسه الأهالي يقولش مثلا ممكن المرأة تنظر إنه الرجل أنا والله ما أريد يشرط عليه، ما أريد يغير لبسي، ما أريد ما أدري شنو. لا بالعكس، فرحي أنتي لأن أكو شخص عنده غيرة عليك، عنده غيرة عليك، مو إنه أنا والله أنا إلا يجيني جايب سيارة آخر موديل يسجل نص بيت باسمي، سجله وبعدين غيره ورا الزواج. وبعض العوائل ما تتقبل البنت تطلق، فراح تضطر انه تقبل باقل الاشياء، تقبل بالضرب تقبل. مرة ثانية ظلوا يتوسطون يجون على اهلي وهذه، فهو قال لهم اوكي 15 مليون انا يعني مو قصة انه هو مزاد وبيع بنتي، بس أريد لها أمان لأنه الولد يعني ممكن يعوفه، ممكن هاي أنا ضمان إلها وبنتي مرت بفترة صعبة. بعدين هو قبل على 15، يعني 15 مقدم ومؤخر، وجهزنا وقعدنا وحدنا، أهله كانوا زينين ماكو أي مشكلة، بس أحسهم ما حابين يعني تبين عليهم انه مو كلش يعني يمثلون بالتعرفين الفرحه هاي يمثلون بيها، وهذا اللي حسيته. ما كنت اعرف شنو اللي داخله، واحنا احنا ما سالنا عليهم هواي، ما سالنا بس سالنا بالمنطقه خوش ولد قالوا، ما عرفنا تفاصيل. هنا فد مفارقه انه ما بين الزوج الاول والزوج الثاني، هنا فد فرق جدا شاسع. الاول كان متفهم، اهله متفهمين، الثاني كان ذكي وقدر يغلبها بالذكاء وقدر يستولي على كل شيء. هنا وين الخطأ؟ الخطأ أولا هي انجرفت، لأنه عفوا يعني من هذا الكلام، لأنه هي حست ما لها أحد، وهذا الملاذ الوحيد لها هو اللي وقف وياها وهو الشغلة الثانية الأهل كيف هم بالبداية ما وافقوا، كيف أنهم ما سألوا عليه؟ طيب حتى إذا بدكم أرملة مو هو يجي غيره،
حتى اذا انتم تريدون تامنون مستقبلها قبل ما يعني ترحلون، شلون ما اكتشفتوا انه هو متزوج؟ وين سالتوا عليه؟ سالتوا عليه بقرايبه؟ ترى القرايب مت هاي، لو سالتوا عليه بالمنطقه اكو يعني اكو اهل يعني يستمرون 3 أشهر و4 وممكن حتى سنه بالسؤال على الرجل المتقدم لبنتهم، سواء هي عزباء او ارمله او مطلقه. هذه لان هذه حاله مصيريه، يعني أنا ما أوقع بهيش خطأ، مع يعني هذا الكلام حقيقة موجه للأهل. يعني أنا مو أول ما يجي، وطبعاً النظر الآن من يجي الشخص أول ما يباعون شنو عنده، شنو يملك، البقية خلص ما لي علاقة بها. لكن إحنا من يعني حقيقة أنا نصيحة للأهل وحتى البنت تنظر للرجل على أنه مش يملك من مال، شي يملك من أخلاق وشي يملك من دين. الأخلاق ثم الدين، ترى الرجل الدين مو شرط عنده أخلاق. عشت ويا اني يعني الاشهر بالبدايه، يعني اشهر حلوه وماكو اي مشكله. ظل هو شويه يعني يشكو من الماده، اني المكتب ما توقع، انا احتاج توقفين وياه، احتاج بيع ذهب تساعديني، قطعه الارض خلينا نبيعها، انا ليش ماجر مكتب، اريد اشتري لي مكتب، انت اوقفي وياه. ظل من هذا الشيء دائما اخذ السلفه، فظل على المادة دائما يسألني ودائما يريد انه اساعده بالمادة. بعدين انا اكتشفت انه هو اصلا متزوج واهله يعني قبلي وعنده اطفال، بس من اروح اني يحجون طبيعي، بس هو قاعد اصلا عائلته هاي قاعدين بيت وحدهم بعيد عن اهله، ومفهمهم انه زواجه بي هو حتى يعوض وحتى يفتح له مكتب. أنا عرفت هذا الموضوع من رحت الأهلة، ويعني وحدة من أخواتها واجهتنا وقالت لي أنت حرام، يعني أنت ما أريد أظلمك أكثر، ترى هيك أخونا الظاهر هي زوجته الأولى سوت له مشاكل، لأنه عدت الفترة الأشهر اللي هو مخليها لهم، قال لهم خلال هذه الأشهر أنه أنا أفتح مكتب وأسوي كل شيء. زي أنا هنا أنا مشكلة كبيرة أنه هو محامي، يعني شو أقدر أنا أسوي أو شون يعني، وهنا ما اقدر اطلع من البيت لانه اذا هذه تروح حقوقي ويروح مالتي الغايب. فظليت اسال ورحت همين شركات غيرهم، شركات محاماه، وسالتهم وهاي، قالوا لي ابقى على موقفك وصره وشوف شو يريد يسوي هو. حقيقه هو من البدايه هي المفروض انه هذا الشخص اول شيء هي باعت له هواي اسرار، وان كان محامي يعني هو محاميها ولازم قضيتها، باعت له هواي اسرار خلته انه يحس انه هي ضعيفه ومنكسره، فهو من هالباب دخل واستغل هاي الضعف، واستغل انه هي ما لها احد، واعتبر نفسه هو كانه موالي عليها. هنا موضوع انه قررت تنفصل خلاص احسن مما تخسر اكثر من هذا المقدار. هي خسرت قطعه الارض، ممكن حتى هاي ممكن خسرت كرامتها بالتعنيف بالضرب بالغلط صح، صرت انه هي تبقى بنصيحه احد المحاميات او هاي، لكن بالتالي هي ايش خسرت؟ ممكن هاي سبب عندها حاله نفسيه انه هذا قامت تنظر للرجال مثل هذا الرجل، ممكن حتى نسيت النعيم اللي عاشته مع الزوج الاول والزوج المثالي، بعد قامت صعب الاختيار عليها، قامت ما تامن. فهذا الموضوع هو مو سهل، موضوع التعنيف، موضوع استغلال، ضعف المراه راح يشكل عندها فد حاله نفسيه ويخليها ما تتقبل اي رجل بالمجتمع، حتى ممكن اي تعامل بسيط مع الرجل بعد ما تامن به. هو ظل يتجاوز عليا، بعدين ظل يضربني، من ظل يضربني فقالت لي المحامية بأنه روح يسوي تقرير رأسا على مود هذا يثبت، أصلا يثبت بأنه هو يعني كان يتعدى عليك وهذا يفيدك من صالحك. فرحت سوي التقرير وراها قالت لي روح لأهلك، وهذا أصلا زواجك غلط من البداية، أنت يعني ما أعرف يعني هي صارت. فبعد التقرير وشي فهو قال اني ما اطلق واني الا تنطيني وما ادفع الغايب وهاي، اني رفعت قضيه، المحاميه ساعدتني والتقرير اثبت لي انه هو كان يضرني، واني همين حكيت وقلت لهم هو مو بس هاي يريد ياخذ املاكي ويريد ياخذ القطعه مالتي، بس قالوا لي ماكو شاهد على الكلام، بس هو انه كان يقوله بس كلام، يعني ما كان يعني اكو شيء دليل على هذا الكلام. المهم بعدين حكموا لي بانه المؤخر الي بس صار بالتقسيط يعني مثل النفقه، ويعني مشيت بوقت، وبعدين
قدرت اخذها، وهو يعني بعد يعني اخذت اللي اقدر عليه من البيت. طبعا ما قدرت اخذ كل شيء. هو حتى قالوا انه انتم تراضوا، وبعدين هو ما ادري شلون حكى وياهم بانه احنا نتراضى بهاي الاشياء، لان هو اكو هدايا واكو هواي اشياء تعرفين الاثاث مو كله اني اخذه، بس صراحه ما اخذت كل الاشياء. هو بلغهم بانه هو انه انا اخذت كل الاشياء لي، بس انا ما اخذت هواي اشياء هو اخذهن. صحيح احنا المحامين عاده لما تاتينا اي مشكله معينه فالتفاصيل الصغيره تفرق ويانا، يعني التفاصيل الصغيره اللي ممكن انه الموكل يشوفها تافهه احنا ما نشوفها تافهه، واحنا ممكن تكون دفوع قويه ودفوع حاسمه للدعاوى، لكن احنا بنفس الوقت قسمنا قسم، والقسم المهني هو اعلى من كل شيء. المبادئ هي اللي تحافظ او هي الكفر لهذا القسم المهني. بالنسبه لهذا الشخص انا ما اقدر اقول انه هو لانه محامي استطاع ان يلم بهذه الامور، بالعكس انا جايتني حالات اكثر من غير بهن، جايتني حالات انه يكون طبيب ومتحرش، جايتني حاله انه يكون مهندس وكذاب يبتز البنات، جايتني حاله انه يكون مهندس الكترونيات وخريج هندسه الكترونيات ومن الاوائل على دفعته وهو مبتز للبنات، جايتني العديد من المهن. فانا ما احب انه يعني اعمم فكره انه المحامي لانه عرف كل التفاصيل هو اصبح ملم بالموضوع، فبالتالي بين انه كم راح يربح كم راح يخسر بهذا الزواج. لا، نهائيا هناك العديد من الحالات اللي تاتينا سبب هذا التوجه وعدم احترام القسم لاي مهنه معينه، السبب هو المبدا، انه هذا انسان مبدا قليل او ما عنده مبدا او مريض المبدا، توجهاته طمع أكثر من أن تكون مساعدة وحب المساعدة للآخرين. بالعكس المحاماة مهنة إنسانية إلى أبعد حد، يعني إحنا مرات تأتينا حالات يكون فيها الحق مع الظالم، كل الحقوق القانونية مع الظالم، ولكن المظلوم لا يمتلك أي دليل، لا يمتلك أي شيء. فإحنا من دافع الإنسانية راح نحاول نبحث ونتقصى ونأخذ المعلومات في سبيل أنه نوجه المظلوم إلى الحق. وبالعكس هناك ظلام أيضا ندافع عنهم، وذلك لأن مبدأ الدفاع مقدس. فالمحامي بكل الأحوال هذا لا يعطيه الحق بأنه يتعدى على مهنته، يتعدى على مبادئه، ويحاول أن يتصيد الفرائس من قبل هذه الدعاوى. أما بخصوص الحالة اللي سمعتها، فإنه هذا الرجل هو مبدئيا عنده هذه الغريزة، غريزة أنه يتصيد هذه الفريسة، يأخذ منها ما يريد ثم يتركها، حتى وأن زوجته وأهله موافقين على ذلك، بمعنى أن المبدأ موجود بالضبط. لأنه يعني هل من المنطق أنه ماكو كانت هناك أم تقول له لا هاي بتعالم وحرام يعني تلعب عليها أو تضحك عليها؟ هل من المنطق أنه هو مخاف على واحدة من خواته، وكما ذكرت أنه موجود عنده أخوات؟ زين، هل من المنطق أنه زوجته تقبل أنه يتزوج؟ فموضوع الحرام وموضوع انعدام المبدأ انعدام الأخلاق هو موجود داخل العائلة ككل. فبالتالي هذه البذرة اللي هي خرجت محامي للمجتمع هي نواة عائلة متشتتة لا أخلاقية ما عندها مبادئ. فطبيعي جدا أن نتكلم عن إجراءات الطلاق اللي صار. إجراءات الطلاق هي إجراءات صحيحة اتخذتها بأنه طلبت التفريق لضرر. ما أعرف أني حيثيات الدعوة بالمطلق، لأنه هي تكلمت بالمختصر عن موضوع الطلاق وقالت أني طلقت وأخذت الغايب حسب ما أذكر، وأنه قصة الغايب هاي أيضا إجراءات قانونية صحيحة، لأن عادة إحنا المهور سواء كان معجل أو مؤجل يقسط. المعجل يعطى من خلال أثاث الزوجية، لأنه نعم، لأنه عادة إذا تلاحظين في كل عقود الزواج يكتب إلى جانب المهر قد قبض من قبل الزوجة، وهاي احنا عندنا مشكله كبيره، لانه لما تقول الزوجه انه هي قبضت المهر فليس لديها الا المطالبه باثاث الزوجيه، باعتبار انه هي قبضت هذا المهر وتوزع على اثاث الزوجيه، بينما هناك تاتيني حالات بنات واعيات ومثقفات قانونيا يقولوا لي لا ست احنا نريد العقد
ما بعدني ما قابضه شيء، يعني ما مستلمه شيء بايدي. انا اريد فوق الاثاث وفوق ما يجهزني انا اريد المهر بايدي. زين، فاني عديد من الحالات جتني وكان هناك وعي. وعاده المراه العراقيه يعني البنت العراقيه بالمطلق لما تاتيها قسمه معينه هي تحاول تساعد باللي تقدر عليه. يعني تشاهديها انه هي مهرك 10 قبضتي؟ اي نعم قبضت. جابوا لك اثاث يمكن هي جايب لها غرفه ما تكلف 1.5 مليون، تقول اي عادي قبضت المهر، وتعتبر انه هذه الغرفه اللي مثابه 1.5 مليون هي كامل للمهر. فهذا الخطا من البنات العراقيات، واني ما اعتبره خطا بقدر ما اعتبره هي تربيه صحيحه لمراعاه الزوج ومراعاه الخاطب باعتبار انه بدايه حياته، فممكن انه توقف وياه بهذا الخصوص. والحمد لله ان انتهت على خير. انا احس انه انا سرعت هوايه، وهو ماكو شيء يطلعني من الازمه غير الصبر، والعوض يجي ان شاء الله. هسه حاليا انا ما عندي يعني وي اهلي وحياتي طبيعيه، وبعدني بوظيفتي وما افكر ابدا بالزواج، وهذا الموضوع عايفته الا اذا يجي شخص مناسب، وما اعرف وين المشكله. الضمانات ماكو شيء ضمان، فهميا انا حايره باللي يضمن لي الشخص المناسب بالمستقبل ان شاء الله. حقيقة أنا أقولها خلص، الإنسان يجرب مرة ومرتين، وبالمرة الأولى كان القدر، وبالمرة الثانية قدر مع قرار خاطئ من قبلها. فلذلك يعني هي وصلت إلى مرحلة أنه ممكن التجارب اللي تعيشها أي امرأة أو أي إنسان بالحياة تكون درس إله، فيكون درس إلها بعد يقويها بعد قوة. أوكي إحنا نرجع نقول المرأة تحتاج الرجل، مو أنه جربت مرتين خلاص صارت قوية تقدر تقود نفسها. خلي مثلاً عندها أخ تعتني بأولاده، عندها أخت تعتني بأولادهم، عندها أم لا زالت موجودة وتكمل حياتها. مو شرط هي يعني المرأة مو شرط أنه تبقى بالمجتمع وتعيش وتتعايش أنه يجب أن ترتبط برجل. خلص جربت مرتين، أنا نصيحة يعني حقيقة، ولكل امرأة شاهدني وهيك حالتها وهيك وضعها وتمر بهيك ظروف، انه وهي بالذات هذه الامرأة يعني لان عانت شغلتين يعني صدمتين كافي، بعد الثالثة ما يتحمل الموضوع. خلي تبدع بدراستها، تكمل دراسة عليا، ممكن تتولى مناصب، ممكن تصير باحثة اجتماعية، يعني اذا جان ناشطة مدنية الى جانب اختصاصها اللي هي مختصة به، تكمل مشاريعها بالمجتمع مو شرط جنبا إلى جنب الزوج.